وبعدين انتوا عملتوا حاجه جميله جدا ومحترمه جدا الحقيقه. انا عايز استاذن حضرتك يا استاذه دينا نبتدي معاكي ونعرف كده سر اهتمامك بذوي الهمم، يعني اشمعنى؟ وبعدين فكره ان ليه في لجنه في النادي الاهلي مختصه باصحاب الهمم، دي حاجه جميله جدا برضو، عايزين نعرف من حضرتك ملابسات هذا الامر. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، صباح الفل على كل الاهلاويه. في الاول انا اصلا طبيعه شغلي انا مدير برنامج الاعاقه في اميديست، وهي منظمه غير هادفه للربح. البرنامج ده بينشئ مراكز لخدمه الطلاب ذوي الاعاقه في الجامعات الحكوميه. انا بقالي 5 سنين بشتغل في البرنامج ده، ولما اشتغلت لقيت قد ايه الامباكت بتاع الشغل عليهم بيبقى عامل ازاي. لا قلت هدفي ان هو هيكون خدمه الناس دي سواء بشكل في شغلي او بشكل تطوعي او مجتمعي زي ما بعمل في النادي. الموضوع حصل ان انا كنت في الاول عضوه في لجنه المراه، وبعد كده في لجنه الطفل، وبعد كده باشمهندس وليد يعني عرف ان انا ليا طبيعه شغلي في الموضوع ده، فعمل معايا انترفيو قال لي ايه رايك نعمل. هي اوريدي لجنه ذوي الهمم كانت متواجده من اللجان من اول ما كابتن محمود الخطيب مسك طبعا في الدوره الانتخابيه 2017، هي موجوده من ضمن بقيه اللجان، لكن زي ما نقول كده تم تفعيلها بشكل جديد، تم يعني ايه تشكيلها او اعاده تشكيلها السنه اللي فاتت، ومسكتها وحاولت بقى ان انا يعني اعمل حاجه في الفتره القصيره دي. حضرتك عملتي حاجات الحقيقه وعلى اكثر من صعيد، يعني ثقافيا فنيا رياضيا، دي كلها حاجات في منتهى الاهميه الحقيقه. الحمد لله.